وتعويضات ومن لندن ومن القاهرة والانفراد والفشاك. محكمة جناح سفاجة الخاصة بالعبارة، الجلسة استمرت أكثر من 7 ساعات جديد واستمع فيها في ناس غاوية النكد، ناس غاوية ولم يتحدث عليه مجلس الوزراء عن هذا الموضوع، ولم أجد عضو في مجلس الشعب يفتح هذا الملف اللي حصل فظيع وهي بتطف أمامه كثير. مش في عبارة أو سكنة فرقة، عايز كام يا عصام يا حبيبي؟ تاكس عطا يا اسطى تعالى. إليكم أخبار سفاح المعادي الذي لم يعد في المعادي فقط والذي انتشر في أرجاء المدينة. بنتابع مع بعض السفاح خطوة بخطوة وهو دلوقتي في مدينة الشيخ زايد، فبعد ما ظهرت أول ضحية ليه في المعادي انتقل لحلوان مرورا بمدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الشيخ زايد. دلوقتي حالا وصلتنا مواصفات السفاح وهو بيرتدي قميص أصفر مستفز جدا وعلى راسه بري أسود. احنا متابعينه خطوة بخطوة ما تقلقوش، وحنجيب لكم أخبار لأن ده دورنا كإعلام وملناش دعوة بأي جهة تانية مطنشة وملخبطة. ونرجع تاني لموضوعنا الجيجي وهو أضرار الشاي والقهوة، وطبعا الشاي والقهوة ليهم أضرار كتيرة جدا على الصحة ولازم نعرفها مع على جنب. يص على جنب يا عم، انت مش قلت رايح العتبة؟ اصل انا رايح القهوة. انا رايح القهوة. السلام عليكم يا رجال. كوباية ماء يا ابني. سفاح اسمه انفلونزا الطيور ينتشر في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية. أين الحكومة؟ أين وزارة الصحة؟ أين مجلس الشعب؟ أين وأين وأين؟ مهم تقرير ونرجع تاني عشان نسمع صوت الشعب والمواطن المصري المطحون. طب هنعمل ايه؟ هنأكل ايه ولا ايه يا عم؟ استنى مكمل. ايه رأي حضرتك في انتشار مرض انفلونزا الطيور بفظاعة وبكثافة ومرتفعة عدد الضحايا الهائل عفوا الهائل اللي بيسقطوا كل يوم؟ والله العظيم يعني الواحد مش عارف هياكل ايه ولا ايه، بس يعني السمك وسمموه، اللحمة وجننوها ويا ريتنا حتى لاقينها، وحتى الفراخ يختفوا لها انفلونزا الطيور. يا رب ناكل ايه بس يا رب؟ يا دي القيمة عليا بس يا وليا يا مزمزيل. المواطن المصري دوت تعبان، ده حتى جماعتنا مش عارفه تصرف مصروف البيت. صح يا ايه ده؟ مراتي يا استاذ يا استاذ يا استاذ خلص معايا، ده اكيد السفاح يعني. المهم كمل كمل. كنا بنقول ايه؟ الولية مراتي دي بقى ست شرانيه مش عارفه تظبط مصروف البيت. طب تصدقها مزمزيل اول امبارح جت تطلب مني. يا استاذ خلينا في موضوع حلقتنا انفلونزا الطيور، احنا على الهوا يا استاذ. ايوه خلاص الكلام، محدش بيهتم بينا.
اصل المواطن المصري ده رخيص. اي والله رخيص. ايه يا عم اتاخرت كده ليه؟ شفت اخبار انفلونزا الطيور؟ انفلونزا الطيور ايه يا عم؟ تعال شوف كارثه العبارة. في الخلاصه ان المواطن المصري رخيص. يوه هما ما عندهمش غير الكلمه دي. ايوه ايه اللي يا عم ايه؟ ومعانا الدكتور غالي ابو غالي. ايه راي حضرتك في العباره دي؟ العباره هو احنا كده ما بنتحركش غير لما المصيبه تحصل، وبعدين لازم نعرف مين المسؤول. 2000 روح تموت كده ومحدش يسال عنهم ليه؟ هما 2000 فرخه. 2000 فرخه؟ طب دول يتاكلوا امتى دول؟ سلام عليهم كده وهما مشويين وعليهم شويه سلطات وطحينه. تعالى يا ابني هات لنا 2 شاورما فراخ، واحد ليا والتاني للمحترم. ما تنساش الطحينه. وما تنساش الطحينه. ما تقلب القناه دي يا ابني وهات لنا كده حاجه مفرفشه. الهاري ليست شخصيه في فيلم امريكي مشهور، وانما هي حقيقه مصريه واقعه حدثت بالفعل. انه ممدوح اسماعيل القاتل. من يحميه ومن وراءه؟ هذا ما سوف نتابعه في سلسله من حلقاتنا القادمه عن عبارة السلام 98. وقبل بداية النقاش نترككم مع سبق لنا وجزء من الصندوق الأسود للعبارة عن القاتل والمقتولين. نبدأ النقاش في برنامج الدقيقة. لكن يعطيه كل ما عندهم يلعبوا 150 و200 عندهم الروح. الف الف مبروك لجماهير مصر النهارده كلها، وفرحتنا مش عارفين نقول ايه. النهارده جماهير مصر كلها فرحانه والشعب المصري كله فرحان بالفوز. كابتن محمد ابو تريكه الف الف مبروك يا كابتن. النهارده تقول ايه لجماهير مصر كلها؟ مبروك يا كابتن. الحمد لله. الحمد لله تمام. طب النهارده يا كابتن تقول ايه في هدف الفوز اللي انت جبته النهارده يا كابتن؟ بص كده، هدف الفوز ده توفيق من عند ربنا واجتهاد شخصي من كابتن محمد زيدان ان هو يقطع الكوره. كابتن محمد زيدان الف الف مبروك يا كابتن. سيزو كابتن راح فين يا كابتن؟ تعالى بس. الف مبروك يا كابتن النهارده. تقول ايه يا كابتن؟ تقول النهارده يا كابتن النهارده فوز مصر العظيم اللي انتوا جبتوا لنا الكاس النهارده. مكافاتكم كانت ايه النهارده يا كابتن؟ الميداليات. الحمد لله الميداليات. خدتوا ايه تاني يا كابتن؟ لو ادونا فلاش قالوا كل الناس من هم اقدانا هم المصريين يا ارض اطيب ناس كل الكرم والاحسان. يا ارض اطيب ناس كل اكتفى واحسان حفظك رب العالمين احن قلب لينا. قاعد من النادي الاهلي رغم ان هو حاطط لي كل فلوسي في حسابي النهارده. مين اللي حاطط لك؟ راضي. ازيك يا ابني؟ فينك يا ابني؟ مش تيجي تزور صاحبك؟ وبعد كده انا شايف ان لسه النادي الاهلي. انا قلت بقى لما اختفيت كده اكيد هربت مع الحضري. الحضري يا عم؟ لا احنا مش قد سويسرا اهو. ودي قصه مش ضعف ان انا بقول ان انا رجعت النادي الاهلي، لا ده واجب عليا ان ارجع النادي بتاعي. ده الفيديو اللي جابوه على المحور. محور ايه يا ابني؟ دي الفضائيه المصريه. ماما بيعرضوه في كل حته. طيب اعمل لك كابتشينو. ما اقولش كده ان انا بطلع معاك قوي بجمال مصر وجمال النادي الاهلي. لا انا بحب جمال كلها ودي حاجه مجع النادي الاهلي.
زمايلي اللي موجودين معايا. نعم. وعارف ان في قرارات هتتاخد واي قرار. انا حوالي 95 مباراه دوليه حققت معهم 5 بطولات، 3 بطولات كاس افريقيا 98 و 2006 و 2008. رايي بقى في موضوع الحاضري ده ان هم يسيبوا 3 سنين يقبلوا البطوله العربيه. هم دول بياكلوا عيش، دول بياكلوا عيش. لعبت مع النادي الاهلي، حققت مع النادي الاهلي طابور العيش الذهبيه. ده سعره جه 5. قول عليا يا رحمن الرحيم، لحد على غدا ولا عشاء البطوله العربيه والميداليه الذهبيه. استنى يا ابني الشاي. طيب يا عم جاي ايه؟ صابر. حققت مع النادي الاهلي 24. خلاص شطبنا، الحكومة قالت أخرنا الساعة 5. إيه رأي حضرتك في النيو لوك الجديد للرغيف المصري؟ شغل ياض السير هناك. ها حضرتك. نعم، معلش سؤال بس لا مؤاخذة عشان ما كنتش مراكز. قصدي حضرتك إيه رأيك في مشكلة الدعم الموجودة دلوقتي؟ مشكلة الدعم، والله إحنا ماشيين زي ما الحكومة قالت، قسمنا رغيف العيش لتوكا تجرز. إيه؟ كتجرز؟ لا مؤاخذة يعني فئتين، عيش مدعم وعيش مش مدعم. تعالي اوريك العيش المدعم. وهو ده بقى يا مزمزيل العيش المدعم. اتفضل. ايه ده؟ رملة. هو انا بقى ما بحبش الحجج الفارغه دي. عيش زي الفل يقوي المعده ويحصنها، ولو مؤاخذه كل برغوته على قد دمه. في عيش بقى مش مدعم. ما بيفتحش ليه ده؟ الباسورد عبدو الخباز. تمام كده. واو، ممكن تعرفنا بالاسعار؟ ده الاتنين بجنيه وده الخمسة بجنيه. حرام عليكم يا اخي، عايزين 10 رغيفة، عايزين نروح بيوتنا بقى. خلاص شطبنا، عايز تاخد خد من ده. ده يا عم عمرنا لله. انضفوا بقى، ومش عاجبكم روحوا اشتكوني. هات يا عم هات. عايز قد ايه؟ 10. استنى هات الفلوس يالا. هنا ميسره. هات الفلوس. هكذا يعاني المواطن المصري من طابور وصراع حول رغيف العيش، ولا يوجد ضابط ولا رابط. كانت معكم هناء فتحي من برنامج السابعة مساء. هو في ايه؟ عاملين مزارع يمكن رجعوا لنا الدعم تاني.
هو في ايه؟ الحضري رجع فعلي ورجع تاني. يا عم ده بيحفظه في كاس افريقيا. هو في ايه؟ هو اضراب. تعويضات ومن لندن ومن القاهره وانفراد والاستاد الخاصه بالعبار. الجلسه استمرت اكتر بداية من 7 ساعات جديد واستمع فيها في ناس غاويه النكد ناس غاويه ولم يتحدث عليه مجلس وزراء هذا الموضوع ولم اجد عضو في مجلس الشعب يفتح هذا الملف اللي حصل فظيع وهي بتقف امامه كثير في عباره او سفينه بتحمل بس خلاص كفايه اكيد فهمتوا الحكايه انا المواطن المصري الغلبان حطوني تحت قضبان الاعلام وشالوا الدعم وحطوا الدعم لحد عارف ولا حد بيقول العبارة غرقت طب مين المسؤول طب ايه رأيكم بقى في انفلونزا الطيور وارقص يا حضري واهرب يا حضري هتلاقي اللي يجري وراك ده لو سابك جمهورك ونادي سيول وسابك الاهلي مش هيسيبك اعلامنا النجدان فيا ايها السفاح نام وارتاح وانا من جهتي مش هقلق نومك بس الدور والباقي على تلفزيونك ما تفتحوش والراديو ما تسمعوش والجرايد ما تشتروش الا لما يقولوا بجد وما يطنشوش ومن النهارده ما فيش بالونه محدش هيطلع بتذكرنا وينزل بيه على خشوش.